بتيجي عدلها 10 سنين العيادة المتنقلة، هي بتيجي دكتورة نسائية في فترة الحمل، في يعني هون في نساء بكين حوامل، بتيجي بتعملهن فحص تلفزيوني، بتعطيهن مقويات، أدوية، إرشادات عشان نحافظ يعني على صحتنا وخاصة الدم. بعد ما نروح نخلف بترد بنرجع تيجي بتعملنا فحوصات إلنا وللطفل. تعال شو أخباركم؟ كيف أنتو؟ تفضلي. الحمد لله على سلامتك، كيف أنت؟ اليوم إحنا منزور السيدات، أنت كنت متبعة معانا في العيادة المتنقلة، وإحنا جايين نعمل لك زيارة منزلية ما بعد الولادة، ونقدم لك هدية بسيطة للبنوتة. تعطينا إرشادات وتعطينا مقويات، تنظيم الأسرة أهم إشي، تأخذ فحص دم. هسه هون بقدروش يعطونا النتيجة مرة واحدة، بأخذوه معاهم على الهلال بعد ساعة بيعطونا كده نسبة دمنا. انه كمان اخرى مش بس بتيجي معها دكتورة نسائية، بيجي معها دكتور عام بيعمل فحوصات للأطفال لكبار السن وللي عندهم أمراض مزمنة، بيعطيهم العلاجات والأدوية المناسبة. هسا هاي منطقة سي، هسا احنا في كل وقت مهددين للهدم، عدلهم مرتين بيهدموا لنا، يعني لا احنا منقدرش هسع نبني براكية صغيرة هون، كيف بدنا نبني عيادة هون عنا؟ ما منقدرش، لأنه هون في كل وقت بيجوا بيهدموا لنا، ممنوع أي إشي يدخل للمنطقة هاي، يعني هسا مسموح هاي السيارة تفوت أما تبني إشي أساسي هون رسمي ممنوع. إنها بترن علينا قبلها في يوم أو يومين بتخبرنا إنها نتيجة على المنطقة هاي، وإحنا أول ما نشوف السيارة نزلت عن الشارع أولادنا اللي بيشوفوا قبل ما نشوفها إحنا بقولوا أجا، أول ما بقولوا أجا مؤيد أجا تماني بقولوا في الأسامي، وبننبسط يعني بنعرف إنه في حدا سائل عنا، بيسألوا عنا يعني إنهم بيجوا مهتمين فينا، مش وقت يعني بس في الأيام العادية، لا بيجوا علينا وقت ما مثلا في الشتاء في المنخفضات المغرب، مش الصبح المغرب أخرى بيجوا علينا، وفي الكورونا. إنه بتسهل علي التكلفة، الوقت، وقتي، يعني هسع مثلي أنا بضل أشتغل، بقدرش يعني أروح على طوباس وأرجع مرة واحدة، لأنه هالساعة أنا أولادتي بتعرفي في شارع هون في مستوطنين، بقدرش أدشر أولادتي في المنطقة لحالهم، بتعرفي جوزي سارح، فيش عندي حدا كبير إلا أنا أولاد صغار، هسا يوم تيجي العيادة هون توقف على باب بيتي، يعني 5 دقايق بطلع عليهم بتداوى وبرجع براكيتي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. في أي استفسارات أي أسئلة حابة تسألينا إياها؟ شكرا. الله يسعدك.